وفي غزة تواصل حركة فتح إحياء الذكرى 55 للثورة الفلسطينية. للمزيد ينضم إلينا محمد أبو ناموس مراسل الأرض. محمد، إذن ما هو شكل هذه الاحتفالات وكيف تابعتها؟ بس يا باشا الفيو كده راح. محمد أنت على الهواء، تفضل. نعم، يعني الآن بدأ توافد الفلسطينيين المشاركين في إحياء الذكرى 55 لانطلاقة الثورة الفلسطينية. جماهير كبيرة وأعداد كثيرة تخرج في هذه الأثناء للمشاركة في إحياء هذه الذكرى. من خلال نزولنا للميدان قبل قليل وتحدثنا إلى بعض القيادات المشاركة في هذه المسيرات، الجميع يتحدث بأن الالتفاف الجماهيري خلف فكرة الثورة الفلسطينية التي لازالت حتى هذه اللحظة موجودة في عقول الفلسطينيين هي إثبات حقيقي أن الشعب الفلسطيني مستمر في هذه الثورة حتى تحقيق أهدافها، رغم أن أكثر من 55 عام على هذه الثورة الفلسطينية، إلا أنهم كفلسطينيين يؤمنون بأن التفافهم حول فكرة الثورة الفلسطينية سيوصلهم في نهاية المطاف إلى التحرير من الاحتلال الإسرائيلي. منهم من قال بأن هذه الأعداد المؤيدة لبقاء الثورة الفلسطينية يؤكد أن هذه الأعداد هي بمثابة صفقة القرن الأمريكية، وأنها استفتاء شعبي بأن كل الجماهير الفلسطينية خلف كل القيادة التي يمكن أن تسقط صفقة القرن بما فيها من العديد من الملاحظات التي وضعها الفلسطينيين على هذه الصفقة، التي من شأنها أيضا أن تودي بكل القرارات الفلسطينية إلى مهب الريح. إلا أن الفلسطينيون يقولون بأن أو الفلسطينيين يقولون أن هذه الصفقة يجب أن تفشل بجملة وتفصيلة من خلال هذه الأعداد، وأيضا من خلال بقائهم خلف القيادة الفلسطينية الرافضة لصفقة القرن الأمريكية وأيضا الإسرائيلية. نعم، شكرا لك محمد أبو ناموس مراسل الغد من غزة.